السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعزائي طلبة وطالبات الصف الأول الإعدادي، أهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات البث المباشر لمادة العلوم. أولا كده كل سنة وأنتم طيبين بمناسبة شهر رمضان، عادوا علينا وعليكم إن شاء الله بالخير. هنبدأ كده نستكمل بقى مع بعض حبايبي اللي هو الجزء الثاني من الدرس عندنا اللي هو القوة المصاحبة للحركة. تمام، إحنا طبعا خدنا في الدرس ده القصور الذاتي، تمام، وعرفنا يعني ايه قصور ذاتي والقوة المصاحبة للحركة دي. قلنا ان في عندنا قوة تنشأ عن الحركة اللي هي القصور الذاتي اللي اتكلمنا عنه، وهنتكلم النهاردة عن الاحتكاك. وفي عندي قوة هي اللي بتسبب الحركة اللي هي القوة داخل الأنظمة الحية أو القوة الحيوية، ودي برضو هنتكلم عنها النهاردة. تمام، إن شاء الله بإذن الله في نهاية الدرس دوت هنعرف بعض التطبيقات على قوة الاحتكاك، هنعمل ونشوف أنشطة مع بعض كده بتوضح لنا هل الاحتكاك ده فوائد وأضرار ولا لأ. هندي كمان أمثلة للقوة داخل الأنظمة الحية، ونشوف يعني إيه الأنظمة الحية دي جواها قوة عبارة عن إيه. تمام، هنراجع بس مراجعة سريعة كده على القوة المصاحبة للحركة. أهم حاجة عايزاكم تعرفوا إن عندنا نوعين من القوة، قوة بتنشأ عن الحركة، يعني لازم تبقى فيه حركة للجسم عشان يحصل فيه قوة، القوة دي تظهر، اللي هي قوة القصور الذاتي وقوة الاحتكاك. تمام، واتكلمنا بالتفصيل عن قوة القصور الذاتي، وقلنا دي عبارة عن خاصية مقاومة الجسم المادي لتغيير حالته سواء كان من السكون أو الحركة لما يكون بسرعة منتظمة وفي خط مستقيم، طبعا ما لم تؤثر عليه القوة تغير من حالته، لأن احنا قلنا إن الجسم الساكن بيظل ساكن ما لم تؤثر عليه قوة تغير من حالته. نفس الحكاية برضو الجسم المتحرك بيظل متحرك ما لم تؤثر عليه قوة تغير من حالته. يبقى أنا عندي أول حاجة اللي هي قلنا عليها اللي هي قوة القصور الذاتي. هنتكلم بقى النهاردة عن قوة اسمها قوة الاحتكاك، ودي برضو بتنشأ عن الحركة. تمام، القوة الثالثة اللي هنتكلم عنها اللي هي قوة داخل الأنظمة الحية، ودي عبارة عن هي القوة اللي بتسبب الحركة نفسها. تمام، نخلي بالنا بس ايه من المصطلحين دول، واحدة تؤدي للحركة والتانية ناتجة نتيجة الحركة. ماشي، تعالوا بقى نمسك كده بالتفصيل. عندنا قوة الاحتكاك، عشان نتكلم على قوة الاحتكاك يا سنة أولى لازم الجسم يكون بيتحرك، والحركة بتاعته هتكون في الوسط المحيط بينا. تمام، يبقى انا عندي قوة الاحتكاك، الجسم عندي لو اتحرك في الوسط المادي اللي موجود هيواجه قوة بنسميها قوة الاحتكاك. تمام، طب احنا عندنا الوسط المادي بتاعنا ده عبارة عن ايه؟ والله الوسط المادي ده ممكن يكون هواء زي ما احنا شايفين كده، وسط غازي زي الهواء زي ما احنا شايفين كده، دي بنسميها يا سنة أولى حاجة اسمها مقاومة الهواء. تمام، يعني الشخص اللي راكب عندنا باراشوت ده مفروض الشخص اصلا لو نزل من الطياره من غير الباراشوت اللي موجود، تمام، هيسقط على الارض، وهتبقى سقوط سريع جدا لوجود قوه الجاذبيه اللي موجوده اللي احنا اتكلمنا عنها الدرس اللي فات. لكن الباراشوت ده بيعمل ايه؟ بيبقى متخزن فيه هواء، كميه الهواء ديت مع الحجم بتاع الباراشوت نفسه ده بيعمل حاجه اسمها احتكاك مع الهواء. الاحتكاك ده بيؤدي الى ايه بقى؟ إن السرعة تبقى بطيئة، ماشي؟ فبيعمل حاجة اسمها مقاومة الهواء، فتؤدي إلى إيه بقى؟ إن المقاومة دي تؤدي إلى تبطيء الحركة، فبينزل الشخص على الأرض من غير ما يصيبه أي، خلاص؟ يبقى أول وسط كده عندنا اللي هو الوسط الغازي اللي زي الهواء، يبقى في احتكاك ما بين إيه؟ الأجسام والهواء، بنسميها مقاومة الهواء. في عندي برضو ممكن يكون الوسط الحيط اللي عندنا ده ممكن يكون وسط سائل زي الميه، وبرضو بتحصل حاجه اسمها مقاومه الماء نتيجه الاحتكاك بالاوساط الماديه اللي هي زي الماء الوسط السائل ده. في عندي ممكن برضو يكون الوسط اللي هيحصل فيه الاحتكاك يكون وسط صلب زي الارض، هيحصل احتكاك ما بين السياره والارض، الارض دي جسم صلب هيحصل برضو احتكاك. تمام، يبقى انا عندي دلوقتي لما بتحرك الجسم في أي وسط سواء هواء أو وسط غازي يعني أو وسط صلب أو وسط سائل، تمام، بيواجه قوة، القوة دي اسمها مقاومة، سواء بقى كان في الهواء اسمه مقاومة الهواء أو في المية اسمها مقاومة الماء. تمام،
فأنا عايزة أعرف دلوقتي تمام الجسم دلوقتي لما بيتحرك بيحصل بينه وما بين الوسط المحيط فيه بيحصل عملية احتكاك، فبتبقى بنسميها مقاومة للحركة بتاعته، دي بنسميها قوة الاحتكاك. طب يعني إيه بقى قوة الاحتكاك؟ لما بيحصل احتكاك مثلا ما بين السيارة والأرض، إيه الاحتكاك دوت؟ عبارة عن إيه؟ ده أكيد دي قوة، تمام، بس القوة دي بتقاوم إيه؟ بتقاوم الحركة، يعني العربية عايزة تتحرك بسرعة ففي قوة احتكاك فبتبطأ من الحركة دي شوية، كأنها بيعملوا عكس بعض بالظبط، دي عايزة تبقى سرعتها كبيرة مع الاحتكاك بتقل شوية، زي بالظبط الشخص اللي بينزل بالباراشوت، الباراشوت بيحصل فيه مقاومة لنزوله، تمام، فقوة الجاذبية عندنا بتشده لتحت ومقاومة الهواء بتشده لفوق، فبيبقى نزوله لتحت إيه؟ بطيء، مش اللي هو بينزل متأثر بقوة الجاذبية بس. زي ما قلت لكم برضو في الدرس اللي فات، ان انا لو حطيت كتاب على المكتب بيظل ثابت ليه؟ ليه بيظل ثابت على المكتب؟ عشان هو بتأثر بحاجتين يا سنة أولى، بتأثر بقوة الجاذبية اللي موجودة اللي بتجذبه لتحت، اللي المفروض ان هو ينزل لتحت، وقوة الدفع اللي هي موجودة في الترابيزة اللي بتدفعه لأعلى، فالقوتين دول بيبقوا زي بعض، فبيبقى الحاجة ثابتة مكانها، زي ما اتنين كده بيشدوا بعض وليهم نفس القوة، فالشخص اللي في النص هيفضل في مكانه، ولا ده بيشد ناحيته ولا ده بيشد ناحيته، تمام؟ هي دي بقى اللي بسميها المقاومة، بيقاوم الحاجة اللي بتحصل. فأنا كده لما أجي أعرف بقى قوة الاحتكاك هقول إن قوة الاحتكاك دي عبارة عن إيه؟ قوة مقاومة للحركة بتنشأ ما بين سطح الجسم المتحرك والوسط الملامس. يبقى إحنا كده عرفنا مع بعض يعني إيه قوة الاحتكاك، يبقى دي عبارة عن قوة مقاومة للحركة بتنشأ ما بين حاجتين، سطح الجسم المتحرك وسطح الوسط الملامس ليه. بس نخلي بالنا من حاجة مهمة جدا، إن عشان يحصل عملية احتكاك ما بين سطحين لازم السطحين دول يلامسوا بعض، يبقى لازم السطحين يلامسوا بعض في كل احتكاك، عكس مين يا سنة أولى؟ عكس قوة الجاذبية. مش احنا قلنا إن القمر بيدور حوالين الأرض؟ القمر بيدور حوالين الأرض، ليه بيدور حوالين الأرض؟ عشان في قوة جاذبية ما بين مين؟ الأرض والقمر. طبعا الارض كتلتها اكبر فبتجذب القمر ناحيتها فبيدور حوالين الارض، في قوه جاذبيه هنا موجوده، تمام، بس هل الارض ملامسه للقمر؟ لا. يبقى قوه الجاذبيه ممكن تنشا ما بين جسمين بس مش بيلامسوا بعض، القوه موجوده بس الجسمين مش بيلامسوا بعض، لكن قوه الاحتكاك دي لازم تنشا ما بين جسمين يلامسوا بعض، يحصل ما بينهم قوه احتكاك تلامس، تمام. يبقى أول تعريف عندنا دلوقتي اللي هو قوة الاحتكاك، قوة مقاومة للحركة بتنشأ ما بين سطح الجسم المتحرك والسطح الوسط الملامس له، تمام، يبقى لازم يكون إيه؟ ملامس ليه، تمام. طب تعالوا بقى كده نشوف إيه اللي بيحصل بقى في قوة الاحتكاك، هل قوة الاحتكاك دي بتكون في اتجاه مضاد للحركة ولا مع الحركة؟ تعالوا كده نشوف الصورة اللي قدامنا دي، أنا عندي شخص بيزق مثلا المكتب اللي قدامي ده او الحاجه اللي قدامه دي، تمام، فبيعمل ايه؟ هو بيزقها الناحيه دي يعني عايز يحركها كده، طبعا هي بيحصل فيها احتكاك مع السطح اللي هو المادي دوت اللي هو الصلب اللي هو الارض، فبتقدر ان هي تعمل ايه بقى؟ بتعمل مقاومه، مش عايزه الجسم يتحرك في الاتجاه ده، فبتعمل مقاومه عكسه، هي دي بقى قوه الاحتكاك. يبقى قوه الاحتكاك اصلا بتكون مالها بقى؟ مضادة لحركة الجسم في اتجاه مضاد ليها، ماشي؟ طب لو أنا قلت لكم كده، لو كل ما الاحتكاك زاد هل الجسم هيقدر يتحرك أكتر؟ أنا دلوقتي عايزة أزق حاجة، أبسط مثال اللي هو مثلا لو حد مثلا لابس مثلا إيه شراب، تمام، وعلى السيراميك، هل الحركة بتاعته زي ما بيلبس حاجة خشنة من تحت؟ شوز مثلا خشن ليه كده إيه نقوش كده من تحت، انه اللي هيبقى الحركه فيه اسهل كده ويزحلق، اللي هو مين؟ اللي لابس شراب. ليه؟ عشان بيكون السطح ده املس، فبتبقى الحركه دي مفيش ايه قوه احتكاك قوي ما بين الاتنين، لكن لو في نقوش بيبقى الاحتكاك زياده قوي، فكل ما تيجي تتحركي كل ما الحركه تبقى بطيئه. ليه؟ عشان الاحتكاك عندنا زاد مع الارض، فبتبدا الحركه بتاعتي تبقى بطيئه. يعني انا يا ميس كل ما زودت قوه الاحتكاك كل ما هتبقى الحركة بطيئة فسرعتي هتقل. أيوة، يبقى أهم معلومة دلوقتي ناخدها إن إحنا عندنا كل ما زادت قوة الاحتكاك كل ما قلت سرعة الجسم،
كل ما بزود قوة الاحتكاك كل ما بتقل سرعة الجسم. العلاقة ما بينهم علاقة ايه؟ واحدة بتزيد التانية بتقل، يبقى العلاقة هنا علاقة ايه؟ برافو، علاقة عكسية. يبقى في علاقة عكسية ما بين السرعة وقوة الاحتكاك، كل ما الاحتكاك يزيد كل ما السرعة ايه؟ بتقل. يبقى احنا دلوقتي عرفنا ان قوة الاحتكاك عبارة عن قوة مقاومة للحركة بتنشأ بين سطحين متلامسين اللي هو الجسم المتحرك والوسط الملامس ليه. ممكن يكون الوسط دوت غاز، ممكن يكون صلب، ممكن يكون سائل، وقوة الاحتكاك بتكون مضادة للحركة، بدليل ان انا كل ما زودت قوة الاحتكاك كل ما الجسم عندي بتبطئ سرعته وبتقل السرعة بتاعته، فالعلاقة ما بينهم هنا علاقة عكسية. طب تعالوا كده ناخد مثال على كده. لو جه كده سألني سؤال بيقول لي عند الضغط على الفرامل تدريجيا تتناقص سرعة الدراجة إلى أن تتوقف. لو إحنا بنسوق العجلة بتاعتنا ومسكنا فرامل فبنلاقي إيه؟ إن العجلة شوية بتقف، تمام؟ ليه بقى؟ أنتوا شايفين كده في العجلة بتلاقوا الشكل ده موجود، فدي بتبقى بصوا كده مفيش تلامس ما بين الفرامل اللي موجودة والعجلة إطار الدراجة اللي موجود ده، مفيش تلامس بينهم في الأول. لما أنا بضغط على الفرامل، حتى انتوا تلاحظوها كده شوفوها في العجله بتاعتكم، لما بتضغطوا على الفرامل بصوا بيحصل ايه؟ كأن الفرامل دي بتروح ضغط على العجله ماسكه فيها خالص عشان توقف مين؟ العجله. يعني يا ميس بيحصل عندي احتكاك ما بين الفرامل اللي موجوده دي وما بين الاطار بتاع العجله، بيحصل ايه؟ قوه احتكاك، تمام؟ قوه الاحتكاك دي بتكون ضد الحركه. يعني ايه ضد الحركه؟ يعني العجله عايزه تمشي مثلا لقدام وانا بضغط عليها بمسكها كاني بشدها لورا عكس الحركه بتاعتها، صح؟ فالعجله بتحاول ان هي ايه؟ تمشي لقدام. مين اللي بيعمل مقاومه للحركه دي؟ قوه الاحتكاك. فبتعمل مقاومه بحيث ان هي تبدا بقى تقاوم اكتر لحد ما الدراجه تعمل ايه؟ تتوقف. يبقى لما يجي يقول لي بقى عند الضغط على الفرامل تتناقص سرعه الدراجه تدريجيا ليه؟ هقول له لا، ده كله بسبب الاحتكاك، قوه الاحتكاك ما بين مين ومين يا سنه اولى؟ ما بين إطار الدراجة ومين؟ والفرامل، فيتولد عنها قوة احتكاك. قوة احتكاك دي قلنا إن هي مضادة للحركة، ومادام في قوة احتكاك وضد الحركة بتاعتي فهتقاوم الحركة دي مما يؤدي إلى إيه؟ توقف الدراجة. زي ما إحنا شفنا كده إن الاحتكاك اللي إحنا بنتكلم عنه ده ليه فوائد كتير قوي، صح؟ تمام، ممكن إن أنا عايزة أوقف الدراجة هتقف، لو أنا عندي مثلا السيارة مسكت الفرامل هتقف. طب لو مفيش احتكاك مش هقدر اضغط على السيارة، هيبقى في فرامل هيحصل في حوادث كتير، صح؟ ممكن انا وانا ماشية في الشارع مثلا مفيش قوة احتكاك ما بين جسمي اللي هي الشوز اللي انا لابسه والارض، فيحصل ايه؟ ان انا ممكن اتزحلق، صح؟ ممكن العربية لو في مية في الشارع او في شتاء ممكن تتزحلق في المية دي، ما تقدرش ان الشخص يمسك فرامل في العربية وتقف، تمام؟ يبقى ليها فوائد كتير. أول فايدة لقوة الاحتكاك بقى عندنا، تعالوا كده نشوف أول فايدة ليها وأهم فايدة ليها اللي هي إيه طبعا؟ منع انزلاق الأقدام عند السير. خلاص كده؟ يبقى أول حاجة عندنا اللي هي منع انزلاق الأقدام عند السير. يعني إيه؟ إحنا دلوقتي لو جينا كل واحد يبص للكوتشي بتاعه أو الشوز بتاعه هيلاقي فيه نقوش من تحت، صح؟ تمام، النقوش دي موجودة ليه؟ عشان تعمل إيه؟ احتكاك ما بين الأرض والجسم بتاعنا، فلما يحصل احتكاك الجسم مش هيبقى سريع في الحركة بتاعته قوي ويقدر إن هو يقف ويتحرك عادي بالراحة، فيمنع انزلاقه ما يزحلقش في الأرض. دي أول حاجة عندنا. إيه تاني؟ ممكن يساعد السيارة على الحركة والتوقف زي ما قلت لكم كده، سيارة، دراجة، أي حاجة موجود فيها مفروض إن موجود فيها فرامل هتقدر إن هي تقف العربية وتحرك العربية. لو عربية مثلا ماشية على مطلع أو مكان عالي، لو مفيش احتكاك ما بينها وما بين الارض من العربيه تتزحلق وتقع، صح؟ لكن الاحتكاك ده بيساعد السياره ان هي سواء تتحرك او ايه او تتوقف. ايه كمان؟ نقل الحركه بواسطه التروس والسيور زي ما احنا شايفينها في الصوره اللي قدامنا دي. يبقى دي الفوائد. يبقى الاحتكاك فوائد كتير ولا لا؟ يبقى ليه فوائد جدا مهمه، ده بتحمينا من حاجات كتير، بتساعد كمان ان الحياه تستمر عادي، ان الانسان ما ينزلقش على الارض، مش كل ما امشي انا هقع. السيارة ممكن تتحرك أو تتوقف عادي، التروس اللي موجودة والسيور اللي موجودة في الآلات الحركة بتاعتها هتبقى إيه؟ بس بقى ممكن يا سنة أولى التروس والآلات دي من قوة الاحتكاك
ممكن يحصل فيها أضرار. يعني أنا كده قوى الاحتكاك ما فيهاش فوائد بس؟ لا، ده هي سلاح ذو حدين. يعني إيه سلاح ذو حدين؟ يعني ليها فوائد زي ما إحنا قلنا، وبرضه ليها أضرار. إزاي بقى ليها أضرار؟ تعالوا كده نشوف الأضرار بتاعت قوى الاحتكاك. أول حاجة عندي، بنفقد جزء من الطاقة الميكانيكية في صورة طاقة حرارية. يعني إيه؟ فاكرين لما كنا بنقول كده في السقعة إن إحنا بنعمل احتكاك للأيار دي كده؟ طاقة ميكانيكية اللي هي الطاقة الحركية، تمام؟ بتتحول عندي لطاقة إيه؟ حرارية، صح؟ تمام. يعني أنا ممكن يا ميس بالاحتكاك هتتحول لي الطاقة الميكانيكية لطاقة حرارية؟ أه. يبقى الاحتكاك تتحول فيه الطاقة الميكانيكية إلى طاقة حرارية. فأنا بفقد عندي جزء من الطاقة الميكانيكية دي في صورة طاقة حرارية. جزء عندي من الطاقة بيتفقد في حاجة ممكن ملهاش أهمية في بعض الحاجات التانية، في مثلا في الآلات، تمام؟ أنا مش عايز طاقة حرارية في الآلات. كمان إن أنا ممكن برضو من الأضرار لما يحصل احتكاك بتتولد طاقة حرارية، صح؟ يعني في حرارة. ممكن أنا بقى بالاحتكاك ده ممكن كمان ترتفع عندي درجة الحرارة، بصوا كده، ترتفع درجة الحرارة في الآلات، في جزء من الآلات لما يحصل عملية احتكاك. دوت غلط على الآلات؟ آه، اللي بيؤدي إلى إيه؟ تمددها. وإيه كمان؟ ممكن كمان يحصل لها تلف، تآكل وتلف أجزاء من الآلات. يبقى أنا عندي قوة الاحتكاك دي، أول حاجة بهدر جزء من الطاقة الميكانيكية بتتحول لطاقة حرارية. طبعا الحرارة دي لو زادت في الآلات ممكن تؤدي بعد كده لتمددها. لان احنا اصلا لو انتوا زي ما بتاخدوا في الدراسات كده، لما بدا مثلا انسان مصر القديم لما بدا يكتشف النار، هو اكتشفها ازاي؟ نتيجه احتكاك ايه؟ بعض الحجر ببعضه، تولد عنه طاقه حراريه. الطاقه الحراريه دي كانت شديده جدا لدرجه ان هي طلعت ايه؟ نار، تمام؟ فممكن تتولد حراره تؤدي الى ايه؟ نار. يعني ممكن مثلا اجزاء الالات دي ممكن يحصل فيها احتكاك جامد، حراره جامده، ممكن تولع بعد كده الآلات أو الأجهزة، تمام؟ فدي مش حلوة، مش كويسة. ممكن كمان تآكل وتلف أجزاء من الآلات، كتر الاحتكاك في الحاجة بيؤدي لتلفها. يبقى دي من الأضرار. يبقى لو جه قال لي كده ليه قوة الاحتكاك ليها تعتبر سلاح ذو حدين، هقول له إيه؟ عشان هي ليها فوائد. طبعا بنستخدمها، بتمنع انزلاق الأقدام للأشخاص، بتساعد السيارات على الحركة والتوقف، عندي نقل الحركة بواسطة التروس أو السيور. وكمان ليها أضرار، إن هي بيتهدر منها جزء من الطاقة من الطاقة الميكانيكية في صورة طاقة حرارية، ومع ارتفاع درجة الحرارة دي بتؤدي إلى تمدد الآلات وتلف الأجزاء منها. ماشي كده حبايبي؟ وأنا بقى عشان أتلافى قوى الاحتكاك دي المفروض إن أنا أعمل إيه؟ يعني كده ممكن أعمل إيه؟ ممكن أعالج الإطار بتاع السيارات بمادة تكسبها خشونة عالية. إزاي؟ شايفين الإطار بتاع العربية؟ إطار الدراجة؟ عليه إيه؟ نقوش كده، اللي هي العجلة نفسها، مش سطح أملس، لا ده هي سطح خشن. ليه خشن؟ ليه بيعالجوها بالمادة الخشنة دي؟ عشان إحنا لسه قايلين دلوقتي، كل ما كانت الحاجة خشنة، كل ما يحصل احتكاك بالسطح اللي هي هتلمسه. لما يحصل احتكاك، اه ده الاحتكاك فيه فوائد يا ميس، ممكن ان هي تتحكم في عملية ايه في السيارة؟ هي عملية الحركة او التوقف. فانا دلوقتي ليه بعالجهم بقى بالمادة الخشنة دي؟ عشان يظهر لي مين؟ قوى الاحتكاك، عشان تزيد عندي قوى الاحتكاك، وبالتالي يسهل التحكم في عمليتي مين ومين؟ الحركة والتوقف بالنسبة للسيارة. وطبعا ده مهم جدا جدا على الطريق، ان انا اقدر اتحكم ان انا اوقف السيارة او احركها. يبقى المادة الخشنة دي بتزيد من قوى الاحتكاك بينها وبين الطريق، وبذلك يسهل عمل التحكم في عملية الحركة والتوقف. تمام، أنا كده عالجت وزودت قوى الاحتكاك وعرفت الحاجات المهمة بتاعتها. طب في يا ميس، احنا قلنا دلوقتي ليها من أهم أضرارها إن هي من كتر قوى الاحتكاك بين الأجزاء بتاعة الآلات ممكن تؤدي عندي لتلف الآلات، تمام. طب أنا عايزة كده أعرف إزاي ممكن أتلافى القصة دي؟ إزاي؟ إن أنا كمان ممكن اعمل حاجه اسمها تشحيم وتزييت التروس. شايفين التروس دي؟ طبعا كتر الاحتكاك بيؤدي طبعا لتلف الالات، فبيعملوا ايه؟ بيعملوا لها تشحيم او تزييت، زي بالظبط الجنزير بتاع العجله بتاعنا. مش ساعات كده بنحس ان هو ممكن، يعني من كتر الحركه بتاعته ممكن يبوظ؟
فاكيد بيروح مثلا ميكانيكي او اي حاجه بيحط عليه ماده زي شحم او زيت، تمام، بحيث ان هو يرجع ايه، يبقى فيه ليونه كده ويتحرك حركه ايه سريعه ويرجع زي الاول. نفس الحكايه دي في التروس بتاعه الالات الميكانيكيه، بيعملوا لها حاجه اسمها تشحيم او تزييت. ليه بقى بيعملوا لها كده؟ عشان يحموها من ايه؟ من التلف والتاكل. طب التلف والتاكل ده جاي منين؟ من الاحتكاك. يبقى لحمايتها من التلف والتاكل نتيجه احتكاكها ببعضها. يبقى احنا عملنا كده ماده خشنه لاطارات السيارات عشان نزود قوه الاحتكاك عشان نقدر نتحكم، ودي من اهم الفوائد بتاعتها. لكن بعض الالات ليها اضرار، من ضمنها ان هي ممكن تتلف الالات، فاحنا ممكن برضو نتلافى زياده في قوه الاحتكاك دي عن طريق ان احنا نشحم او تزييت التروس بتاعت الالات الميكانيكيه اللي موجوده. يبقى احنا كده اتكلمنا عن قوه مين؟ الاحتكاك. يبقى انا كده اتكلمت عن قوتين، المره اللي فاتت اتكلمنا عن الكسور الذاتي، ودلوقتي اتكلمنا عن الاحتكاك، والقوتين الاتنين دول مالهم؟ بتنشا نتيجه الحركه. تعالوا بقى نتكلم عن قوه جديده خالص، هي اللي بتؤدي الى ايه؟ تؤدي الى الحركه. القوه دي اسمها القوة داخل الأنظمة الحية، أو بنسميها القوة الحيوية، جاية من الكائن حي يعني. يبقى عندي آخر قوة عندنا اللي هي القوة داخل الأنظمة الحية. وطبعا القوة دي موجودة داخل جميع الأنظمة الحية اللي هي الكائنات الحية يعني. سواء كانت الكائنات الحية دي وحيدة الخلية، نظام بسيط اللي هو كائن حي وحيد الخلية، جسمه كله بيتكون من خلية واحدة بس. وممكن كمان بتوجد في النظام المعقد شوية اللي بنسميها الكائنات عديدة الخلايا. يبقى القوة الحيوية دي موجودة في جميع الأنظمة الحية، سواء كانت أنظمة دي بسيطة بتتكون من خلية واحدة أو معقدة بتتكون من خلايا كتير. تمام، طب القوة دي موجودة ليه؟ يعني القوة دي موجودة داخل جسم الكائنات الحية ليه؟ إحنا لسه قايلين إن القوة دي هي اللي بتسبب إيه؟ الحركة. والحركة دي من ضمن العمليات الحيوية اللي بيقوم بيها جسم الإنسان، صح؟ العمليات الحيوية دي اللي هي مفروض إن هي بتحدث عندنا داخل جسمنا عشان تحافظ على بقاء الكائنات الحية واستمرار حياتها. يبقى أنا عندي القوة بقى داخل الأنظمة الحية سواء بسيطة أو معقدة، القوة دي موجودة عشان إيه بقى؟ عشان تمكننا من القيام بالعمليات الحيوية المختلفة. والعمليات الحيوية اللي إحنا عارفينها، تمام، هي دي اللي بتحافظ على بقاء الكائن الحي. يبقى لو جينا مع بعض كده نعرف يعني ايه القوة الحيوية، هنقول عبارة عن قوة توجد داخل جميع الأنظمة الحية سواء البسيطة أو المعقدة، وتمكنها من القيام بالعمليات الحيوية المختلفة. يبقى قوة موجودة في جميع الأنظمة الحية ليه؟ عشان تقدر إن هي الكائنات الحية دي تقوم بالعمليات الحيوية المختلفة. طب تعالوا بقى ناخد بعض الأمثلة كده على القوى الحيوية دي، يا ترى زي إيه؟ طبعًا أنتوا في ابتدائي خدتوا الجهاز الدوري، تمام؟ وعرفنا إن في عندنا شرايين وفي عندنا أوردة، صح؟ وفي عندنا أهم حاجة في جسم الإنسان كله اللي هي عضلة القلب، تمام؟ عضلة القلب دي فايدتها إيه؟ العضلة دي بتدفع الدم أو بتضخ الدم لجميع أجزاء الجسم، وفي نفس الوقت بتاخد الدم برضو اللي هو محمل بثاني أكسيد الكربون، تمام؟ بتدخله جوه القلب، ويبدا ان هو بعد كده تضخه تاني محمل بالاكسجين لجميع ايه اجزاء الجسم. طبعا ديت زي ما واخدينها بالتفصيل كده، في عباره عن شرايين واورده، والشرايين دي بتاخد بقى الدم المحمل اللي هو بالاكسجين لبقيه الجسم، والاورده بتجيب الدم المحمل بثاني اكسيد الكربون وتدخله ايه للقلب. يعني اول حاجه كده عندنا يا ميس انقباض وانبساط عضله القلب، بتنقبض وبتنبسط عشان تدفع الدم لفين؟ لجميع أجزاء الجسم، والعكس تجيب الدم من الجسم وبعدين تأكسده ويطلع تاني للجسم. يبقى أنا عندي أول حاجة من أمثلة قوة داخل الأنظمة الحية، عندي انقباض وانبساط عضلة القلب. طب انقباض وانبساط عضلة القلب ده مش هو برضو بنستدل عليه إن في نبض داخل الأوعية الدموية؟ يبقى دلوقتي لما بيحصل انقباض وانبساط في عضلة القلب ويبدأ إن هو يضخ الدم لجميع أجزاء الجسم أو يدخل لعضلة القلب، بنستدل على كده منين؟ عن طريق النبض داخل الاوعيه الدمويه. النبض اللي احنا نحط ايدينا كده صباعنا على ايدينا نلاقي فيه نبض. النبض ده جاي من ايه؟ جاي نتيجه سريان الدم ايه في الاورده او الشرايين. تمام كده يا حبايبي، يبقى دي اول حاجه من امثله القوه داخل الانظمه الحيه، انبساط وانقباض عضله القلب والنبض داخل الاوعيه الدمويه. خلاص، وعرفنا النبض دوت بيحصل
نتيجة إيه؟ سريان الدم في الأوعية الدموية. أمثلة تانية برضو من ضمن الأمثلة هو الحيوية، انتقال السوائل ونفاذها عبر المسام وجدر الخلايا من التركيز الأقل للتركيز الأعلى. إزاي؟ بصوا هديلكم مثال الأول عشان تفهموه، وبعد كده أوريلكم الرسمة اللي قدامنا دي. أنا عندي دلوقتي مثلا، لو أنا عندي كأس زجاجي وكأس زجاجي تاني، وهما الاتنين فيهم كمية ملح زي بعض بالظبط، ماشي، تركيز الملح زي بعض بالظبط، وهنا في ميه بس لحد هنا، وهنا في ميه لحد هنا، مين فيها اكتر؟ واحد، دي واحد ودي اتنين. لو انا جيت دلوقتي بصيت كده، واحد ده كمية الملح واحدة، صح؟ بس انا لو جبت شوية ملح وحطيت عليهم ميه صغيرين كده وقلبتهم، هتبقى الميه مالحة ولا مش مالحة قوي؟ تبقى مالحة جدا يا ميس، يعني تركيز الملح فيها ماله عالي جدا، صح؟ مع ان نفس الملح ده بس الميه كتير، التركيز خف شويه، ده انا خففته شويه بميه، صح؟ معناه ان التركيز بقى ايه؟ اقل. يعني انا لو عندي كده ده هقول عليه تركيز ايه؟ انا بس عايزاكم تفهموا يعني ايه تركيز اقل وتركيز اعلى. ده تركيز اقل، مع ان الميه هنا ايه؟ مع ان الميه كتير، صح؟ بس انا ما بتكلمش على الميه، انا بتكلم على تركيز ماده الملح اللي جوه. فانا عندي دلوقتي اعتبر مثلا، طبعا دوت انا فهمتكم كده يعني ايه تركيز اقل وتركيز اعلى. فانا دلوقتي لو عايزه اعادلهم هما الاثنين واخلي الملح يخف شويه هنا، فمين اللي هينتقل من هنا لهنا؟ هينتقل السائل، صح؟ هينتقل السائل من هنا لهنا، يعني من التركيز مين الاقل للتركيز مين الاعلى، خلاص، لحد ما بعد كده يتساوى ايه التركيزين مع بعض. نفس الحكايه دي بتحصل يا سنه اولى في المسام او الجدر بتاعه الخلايا بتاعه الكائنات الحيه، ماشي. فبيحصل ايه لو اعتبرنا ان ده جدار، جدر خلايا، دي جدار خليه، وعندي هنا تركيز اقل، حتى انتوا بصوا شايفين التركيز اقل، عدد الدوائر هنا قليله وهنا كتير، فالتركيز اعلى. فانتوا بالنسبه لكم كده التركيز انا عايزه ده يخف شويه، انا لو خدت سائل من التركيز الاقل وديته لهنا هيمشي بقى عبر الخلايا دي ويدخل هنا، صح؟ فانا اتنقل عندي من التركيز الاقل راح للتركيز مين الاعلى، بس مين اللي انتقل؟ السائل. فعشان كده السوائل بتنتقل عبر جدر الخلايا من التركيز الاقل للتركيز مين الاعلى. يبقى من ضمن برضو القوى الحيويه انتقال السوائل من التركيز الاقل الى التركيز الاعلى عبر جدر الخلايا. برضو من ضمن الامثله عندنا اللي هي للقوة داخل الأنظمة الحية، انقباض وانبساط العضلات لتحريك أعضاء الجسم. أنت عشان تتحركي ويبقى في حركة لازم العضلات تتحرك، فبيحصل فيها زي بالظبط انقباض وانبساط عضلة القلب، هنا برضو انقباض وانبساط مين؟ العضلات. فالعضلات هنا لما بتنقبض وتنبسط دي بتؤدي إلى إيه؟ الحركة. عشان كده إحنا قلنا القوة داخل الأنظمة الحية هي اللي بتسبب الحركة، يعني لولا القوة دي مش هيحصل حركة. لكن عكسها الاحتكاك ومين والكسور الذاتي، لازم تبقى في حركة عشان يبقى في قوة احتكاك أو كسور ذاتي. عندي برضو من ضمن القوة اللي هي صعود الماء والأملاح. طبعا إحنا لما بنسقي الزرع المية بتصعد من الجذر تروح للساق تروح للأوراق. طبعا دي عملية معقدة شوية، إن شاء الله كده لما توصلوا الثانوي هتعرفوا بقى اللحاء والخشب وإيه بقى اللي بيوصل الغذاء للأوراق وهكذا، تمام؟ بس احنا دلوقتي عايزين نعرف ان الميه بتيجي من الجدر تروح للساق وبعدين للاوراق، مع ان الاتجاه ده بيكون عكس ايه؟ عكس الجاذبيه الارضيه، صح؟ بس بيحصل كده كده النبات بياخد الميه وبينمو وبيوصلها لجميع ايه اجزاء النبات، صح؟ مع ان ده ضد الايه؟ الجاذبيه الارضيه. نتيجه ايه؟ نتيجه للقوه داخل الانظمه مين؟ الحيه. يبقى انا عندي دلوقتي كده اتكلمت عن قوى الاحتكاك، وقلنا دي عبارة عن قوى مقاومة للحركة بتنشأ ما بين سطح الجسم المتحرك والسطح الملامس له، ونعرف برضو إن هي ليها فوائد وليها مين أضرار، يعني هي سلاح ذو حدين زي ما قلنا. القوى داخل الأنظمة الحية نعرف إن هي قوى بتوجد داخل جميع الأنظمة الحية سواء كانت بسيطة أو معقدة، وتمكننا من القيام بالعمليات الحيوية للمحافظة على بقاء الكائنات الحية، تمام. خدنا من أمثلتها كتير انقباض وانبساط عضلة القلب وانقباض العضلات وانتقال السوائل عبر جدر الخلايا من التركيز الأقل، تمام، إلى التركيز الأعلى، وبرضو صعود الماء والأملاح
ضد الجاذبية الأرضية لمين؟ للنبات. ده بالنسبة عندنا كده لدرس النهاردة، أتمنى لكم التوفيق إن شاء الله. بإذن الله بقى هنستكمل الحصة الجاية آخر درس في الوحدة دي اللي هو درس الحركة. أتمنى لكم التوفيق إن شاء الله لحد ما نتقابل مع بعض. كنت معاكم ميس إيمان سبيكة من محافظة مطروح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.